البيان اللي تم عرضه اليوم على مجلس الوزراء بعنوان برنامج تحول لقطاع كهرباء موريتاني، وهذا البرنامج وهذا الإعلان اليوم يستعرض أولا المشاكل والتحديات اللي يواجهها قطاع الكهرباء بلادنا، ويحدد بعض الأهداف وخارطة الطريق من أجل الوصول إلى هذا البرنامج التحولي. هذا القطاع اللي أساسي يقودكم على التنمية أساسا، تركيز على الطاقة، ومن دون طاقة ما في تنمية ولا في تحول اجتماعي ولا في طبعا محاربة الفقر ولا في محاربة التفاوت. واستعرض هذا البيان التحديات الأساسية اللي يواجهها قطاع الكهرباء موريتاني، بين نذكر منها على الأساس أولا على القطاع تقريبا اللي خلفيهم هاي من 20 سنة مر خارج رؤية واضحة تنظم القطاع، وإطار المؤسساتي يعود إلى أكثر من 20 سنة مضت، وتم الوقت في إطار استراتيجية وضعت في سنة 1998، ومدونة الكهرباء تم تصادف عليه مصادقة عليها في 2001. هذا كله اليوم لم يعود على الإطلاق ملائم لوضعية القطاع الحالي. ثانيا، في برنامج الاستثمار تم تنفيذه في كثير من الاختلالات، صرفت طبعا تمويلات كبيرة على هذا البرنامج الاستثمار، بلغت 1.1 مليون أوقية في السنين الأخيرة، لكن تركزت أساسا على الإنتاج والنقل، اللي استوحل تقريبا إلى 92% من هذه الاستثمارات، وقال عنها توزيع اللي هو الأساس لوصول هذه الكهرباء للمواطن.